قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية محمود محي الدين إن نحو 100 دولة نامية تتعرض لمشكلات متفاوتة في عمقها وحدتها، وذلك بسبب التعامل مع المديونية الخارجية. وأشار محي الدين إلى أن 6 دول طلبت إعادة الهيكلة وإسعافها من مشاق العقبات التي تواجهها في التعامل مع المديونية. العامل المهم أيضا هو الاستثمارات المطلوبة، ليس فقط في البنية الأساسية التقليدية ولكن البنية الأساسية التكنولوجية. كل ده يحتاج 3 حاجات. احنا اتكلمنا على استثمار رأس مال بشري وبنية أساسية وتكنولوجية وتمتين المجتمع والاقتصاد ضد الصدمات. ده يحتاج 3 حاجات. أول حاجة أنك تمنع الأذى بأنه هذه المديونيات المتراكمة التي تتعرض لها عدد كبير جدا من بلدان العالم، وفقا لتقدير الأمم المتحدة أن هناك 100 دولة نامية تتعرض لمشكلات متفاوتة في عمقها وحدتها حول موضوع التعامل مع المديونية الخارجية. يجب منع تفاقم هذه الأزمة ولا نجد أعداد أكبر من الدول. احنا حتى الآن في هناك حوالي 6 دول نامية طلبت إعادة الهيكلة وإسعافها من مشاق والعقبات التي تواجهها في التعامل مع المديونية.